حاليا كنتواجدوا في ساحه روما اللي هي قرب الجامعه، وكنظموا واحد الحمله ديال التبرع بالدم. هذه الحمله اللي انطلقت من فاتح مارس واللي غادي تمتد الى الرابع منه ان شاء الله الرحمن الرحيم، كتهدف الى الحصول على 140 كيس ديال الدم كامل يوميا ان شاء الله الرحمن الرحيم. الهدف ديالنا طبعا هو اغناء المخزون من اجل تغطيه وتلبيه حاجيات المرضى. الحمد لله الامور والمؤشرات كلها ايجابيه، لانه لحد الان وصلنا الى تامين مخزون 6 ايام، يعني اننا اقتربنا من مخزون المنطقه الخضراء. هذه الحمله كتنظمها جمعيه المتبرعين بالدم لاقليم مجدة بشراكه مع طبعا المركز الجهوي لتحقن الدم بمدينة وجدة. الحملات هذه كتجي في إطار الاحتفال بالعيد العالمي للمرأة، يعني عيد المرأة، وكذلك بمواساة مع انطلاق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية التبرع بالدم واللي بدأت منذ 23 فبراير. الجميل في الأمر أنه هاد الأيام لحد الآن تحصلنا على 283 كيس ديال الدم، والنسبة النساء أو الأنثى هي 49%. 49% مع العلم أن النساء عندهم موانع كثيرة، من بينها الحامل، من بينها الرضاعة والعادة الشهرية. فالحمد لله المرأة المغربية بصفة عامة والمرأة الشرقية هي إنسانة معطاءة وتثبت ذلك في هذه الحملة.